يحدثوني عن نجاحي عن سروري وارتياحي. قلت نور حل ذا. وقت مفضل أو أفضل لصلاة الوتر؟ نعم نعم، هذا وقته من بعد العشاء إلى الفجر، لكن أفضل وقت لصلاة الوتر آخر الليل، لمن تيقن أنه يستيقظ بإذن الله آخر الليل. وصلاة الوتر في أول الليل، خلي بالك من اللي حوله ده، صلاة الوتر في أول الليل أفضل لمن خاف ألا يقوم لصلاة الوتر آخر الليل باتفاق. وصلاة الوتر آخر الليل أفضل باتفاق لمن رجا أن يستيقظ آخر الليل لصلاة الوتر. استدل بما راه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف بأبي وأمي وقلبي وروحي والله، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. انظروا إلى الرحمة، تيسير والتخفيف. ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هل استمعت إلى رواية أوضح وأرق وأجمل من هذه الرواية؟ في رواية في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قد ذكرتها آنفا، فقال: يا رسول الله كيف أصلي بالليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كما ذكرت، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أما في رواية عائشة في الصحيحين قالت: يا الله يا الله، وهي تحكي حاله عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. الله الله، في أي وقت يسر الله لك صلي الوتر. وفي رواية أبي داود وابن خزيمة والطحاوي وغيرهم بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه، انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصديق والفاروق فيقول لأبي بكر رضي الله عنه: متى توتر يا أبا بكر؟ أنت بتصلي الوتر إمتى؟ متى توتر؟ يعني متى تصلي الوتر يا أبا بكر؟ قال: أوتر من أول الليل يا رسول الله. الصديق رضي الله عنه قال: أوتر من أول الليل يا رسول الله. فالتفت النبي لعمر وقال: ومتى توتر يا عمر؟ قال: أوتر آخر الليل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر، أخذ هذا بالقوة. يسأل عن نجاحي عن سروري وارتياحي. قلت نور حل ذاتي فاسألوني عن صلاة